مشاهدينا الكرام بكل خير، أرحب بكم في أول موعد محلي. بداية ستكون من ولاية قسنطينة، أين يواجه العديد من التلاميذ من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة صعوبات في مزاولة دراستهم. ولهذا قامت مديرية النشاط الاجتماعي وبالتنسيق مع مديرية التربية في إدماجهم بأقسام خاصة، وهو ما لقي استحسان الأولياء. تقرير لعبد الجليل حندي صور دقشيش. هم تلاميذ من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة والذين منعتهم إعاقتهم من مزاولة الدراسة في ظروف زادت شدتها من معاناتهم. الأولاد هادو راهم كانوا سوء 100% ما يسمعوش، وكان عندنا مشكلة الأولاد هادو، مي ذكرى والحمد لله. الحمد لله اللي الدولة تسمى راهي قامت بالواجب نتاعها. راهو كاين عندنا طفل اللي راهي خاسر عليه الدولة قريب 1 مليار سنتيم، وذوك يتكرم الأولاد هادو راهم قاعدين يسمعوا وقاعدين يقراوا وقاعدين هذاك. إدماج التلاميذ المعاقين في الأقسام الخاصة داخل المؤسسات التربوية هو ما قامت به مديرية النشاط الاجتماعي بالتنسيق مع مديرية التربية بقسنطينة لتحقيقه، والذي لقي إقبالا واسعا من قبل الأولياء. وهؤلاء التلاميذ اليوم راكم تشوفوا فيهم، يعني العدد كان 12 اليوم أصبح 10. سؤال مطروح، أين ذهب الاثنين؟ الاثنين تم دمجهم بصورة عادية في الأقسام العادية. الأقسام الخاصة اللي نشأت بقرار وزاري مشترك بين وزارة التربية الوطنية ووزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، واللي رانا انتم راكم تلاحظوا سبقنا واش زرنا القسم نتاع الزرع القوقعي وشفتوا هذاك الجو وهذاك العمل وهذاك التأطير. اللي نغتنم الفرصة باش نشكر القائمين على هذا القطاع. اليوم كل تلميذ معاق يجد كل الظروف الملائمة للالتحاق بمقاعد الدراسة في ظروف جيدة وتنظيم محكم بعد سنوات طويلة من المعاناة. في الوقت الذي تحولت فيه نهاية مرحلة أو المرحلة الدراسية الجامعية والتفكير في عالم الشغل إلى هاجس حقيقي بسبب ما يواجهه الكثير من الطلبة المتخرجين من مختلف الجامعات، جاءت فكرة إنشاء دار المقاولاتية لفائدة هذه الفئة من حاملي الشهادات العليا. التقرير لأيمن عبد الرحيم ونجم بوكرش. مرحلة التخرج والتفكير في عالم الشغل هاجس حقيقي يواجه الطلبة بسبب بيروقراطية بعض الإدارات، لهذا جاءت فكرة إنشاء دار المقاولاتية لفائدة هذه الفئة بولاية جيجل. طالب يتخرج من الجامعة راح يواجه أول حاجة نقص في مناصب العمل، أنه راح يلقى صعوبة به يخدم. طلاب الآن يتخرجون من الجامعات وكأنهم لا يعملون شيء، وكأنهم لم يتم الدراسة، لذلك فإن المشروع هذا إيجابي. دار المقاولاتية بجامعة محمد الصديق فضاء تعليمي وتكويني يجمع بين قدرات الطالب وما يحمله من أفكار حول مشروع مستقبلي، وبين التوجيهات التي تقدمها مختلف أجهزة الدولة والتشغيل على غرار وكالة أنساج. الدور نتاعنا كما قلت سابقا نرافق الطالب ونسهل له الخروج نتاعو من الجامعه، لانه دار المقاولاتيه في النهايه هي عباره عن اتفاقيه شراكه مبرمه بين جامعه جيجل والوكاله الوطنيه لدعم التشغيل. هناك ترشيد في سياسه الوكاله الوطنيه لدعم الشباب اي لورينتاسيون دو لانفستيسمون فير ديز اكتيفيتي كرياتريس دو ريسيرش جينيراتريس دومبلوا تتماشى وخصوصيات منطقه جيجل. تبقى الثقافة المقاولاتية لدى الطالب طموح مرهون بمدى حجم إرادة الدولة وجميع الشركاء في وضع أساليب تقضي على بيروقراطية بنود دفتر الشروط الخاص بدخول هذا النوع من المستثمرين. إلى قطاع الصحة، سجلت المقاطعة الإدارية العين الصالح بدمن راس ارتفاع نسبة المصابين بالأمراض المزمنة مثل السكري والضغط الدموي، حيث سجلت نسبة 95% لدى النساء. وحسب السكان فإن هذا الارتفاع سببه مياه الشرب المالحة. عبد الرزاق حاجي. كنا في الآونة الأخيرة تعمدنا باش نديرو طبيب في هذه الحالات اللي هو متخصص بالنسبة للأمراض المزمنة اللي هي ضغط الدم وأمراض السكري. من قبل ما كانش عندنا طبيب، ولكن ارتأينا في هذه المدة الأخيرة باش نديروا طبيب خاص بالنسبة للأمراض المزمنة
الهايبرتنسيون ارتيريال اي لو ديابيت. ومرض السكري منتشر بكثره في دائره عين صالح، وهذا لاسباب معينه. اما الامراض يعني المرتفعه اللي هي ظاهره يعني للعيان ومحسوسه هي مرض السكري ومرض يعني ارتفاع الضغط الدموي. مشكل الماء المالح هذا عندنا السنه من 96 واحنا في هذه المشاكل هذه الى يومنا هذا. ذكرنا نشرو الماء بالحلو هذا 20 ريال ب 4000 فرنك. إلى موضوع آخر، لا يزال عمي مصطفى ورفقائه يحتفظون بالطريقة التقليدية في زرع الحبوب بسبب نقص الوسائل والعتاد الفلاحي، لكن حبهم لأرضهم جعلهم يتحدون الصعاب. غنية غلمي ونجم أبو كرش. رغم قلة الإمكانيات وقدم العتاد، لم يتوانى عمي عمار مصطفى ورفقائه عن خدمة الأرض حبا فيها وباعتبارها المصدر الوحيد لقوت يومهم، إذ يأتون إليها يوميا لحرثها والاعتناء بها لتقدم لهم في نهاية المطاف منتوجا يساهم في دخلهم واكتفائهم الخاص. ورانا نخدموا الخدمة، نقلبوا ونعاودوا نقلبوا ونزرعوا، ما عندناش باه نجيبوا ماشينة باه نزرعوا بها، راني داير خدام يزرع لي. أنا نطلبوا من الدولة تعطينا ماشينة باه نزرعوا، هيا ونحرثوا ثاني. عمي محمد لا يزال يحتفظ بالطريقة التقليدية في زرع الحبوب نتيجة نقص الوسائل والعتاد الفلاحي، فوسيلته الوحيدة هي السنبوريلا التي يضعها على أكتافه ويباشر مهمته بخطى متسارعة بعد حرث الأرض ليعود بعدها الجرار ليغلغلها داخل الأرض. ونزرع زريعة كما هكذا للفلاحة، ندير صمبريرة ونزرع زرع، نزرع فارينة ونقلبو ونحرثو ونطرحو الأرض، كي توجد نجيبو ماشينة ونحصدو وندخلوها الكوبراتيف. هم فلاحو مزرعة سيبو كروشة ببلدية عين فكان، ورغم قلة الإمكانيات إلا أنهم لا يزالوا يحافظون على خدمة الأرض ليبقى مطلبهم الوحيد دعما من السلطات بوسائل وعتاد فلاحية. إلى هنا مشاهدينا نصل إلى ختام الموعد المحلي، يومكم طيب، عودة إليكم.